نهزو ديك السيد ديو بعدا الطيطوار الله يرحمه صافي صافي يعطيو 1000 درهم ولا ما يعطيوش 1000 درهم السيطار قال لي لا ما جبتيش لا السيطار ديال الدولة ماشي اللي جا لا لا سي هبل لا ما تهضريش اختي إلا ما عندكش الدليل على العطيان ما تقولي والو. مشاهدي قناة شوف تي في مرحبا بكم في هذا البث المباشر المؤلم. وفاة شابة في العمر ديال 18 سنة بعد يومين من الولادة بجراحة قيصرية للأسف الشديد. كان الله يرحمها والله يصبر عائلتها. مشهد مؤلم معنا الأب. شنو قال بنتك السيد؟ اختي بنتي كانت حاملة عندها طانسي وكانت كتجي متبعة مع هاد الناس هنايا. شحال عندها من عام؟ عندها زيدة في 2003 18 عام مسكين يعني 2003 في الزيدة في شهر شهر 8 أول ولادة لها. أول ولادة لها جات دخلوها نهار الجمعة دخلت ولدت وقيلة مع هذيك 11 نهار صعيطت لي أمها قالت لي راه سلمى راه ولدت راه ولدت قيصرية قيصرية بالفتيح. ريحت الجمعة السبت لحد خرجوها حط خرجوها اليوم تعيطت لي مرت خويا قالت لي نوض يعني من بعد 48 ساعه الولاده القيصريه خرجت لحد ما كانش خرجه عنده طونسو طالع عنده طونسو طالع اجي حدانا اجي حدانا الحبيبه ديالك كانت اختي ما كانت مي كانوا ما يخرجوهاش حيت الدريه عنده طونسيو وفتحت بالطونسيو كانوا ما يخرجوهاش تبقى تحت العنايه المركزه حتى تكون بخير. دابا الوقت اللي خرجوها يلا 3 ايام اشنو جاها في دارهم اللي جايبينها في الطريق الله اعلم واش لحقت وماتت هنا ولا تدخل واحد مات. هاد اليومين فاش خرجت كي كانت الحاله ديالها الصحيه؟ لا خرجت غير نهار على نهار على البارح. لا من بركت يومين هنا هنايا شفت انا نهار الجمعه ناعسه ووجهها عادي واش طلع لها الطونسيون؟ وجهها عادي عندها اصلا طونسيون طلع لها حتى الاخر حتى الشهر الاخير عاد طلع لها الطونسيون قال لها الطبيب غندير لها سميتو عمليه قيصريه باش ما يضيعش الوليد وربما ما تضيعش حتى هي. هادشي مسكينه اللي دارت تما جات بقات كتجري كديروا لها السماطي داروا لها كل شيء يعني داروا لها كل شيء الاجراءات دخلوها فتحوا ليها جيت عندنا نهار الجمعه طلعت شفتها باسني مسكينه قالت لي عمتي انا تفكيت. شنو ولدات؟ ولدت وليد الدراري صغيور قالت لي عمتي صغيور قلت لها دبر راسو دابا يغلاض شوفي عمتي قلت لها شتو عمتي هو صغيور وداك الشيء عملي تفكيتي ما تخافيش ما بقيتيش تخلعي قالت لي عمتي ما بقيتش نخاف دابا صافي الحمد لله وعادي النور كيضرب عليها بنت الاخرى النور كيضرب عليها لا اله الا الله شتا قلت لها تمشي للدار ونجي عندك بنت خويا هذه هي الكلمه الاخيره. خرجات خرجت البارح انا الحد 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 وشنو طرا لها واش جاوا شي مضاعفات كيفاش ولات الحد؟ راه تصبح طرات عادي اليوم راه فطرات عادي خرجت من الخدمه راه خلاتها عاديه مع مرت عمها حاضيه هما واحد خدامه مشات الخدمه قالت لها غنمشي ونجي هي هذيك تشده قال لك ملي شدتها مسكينه قالت لها حتى حليت حسيت بشي حاجه تحلت ليا في كرشي قالت لها حسيت بشي حاجه تحلت ليا قالت لها لا بنيتي ما حلوك حتى حاجه بسم الله عليك قالت لي قلبت ليها الكوشه ما لقيت فيها زعما قلت لها تكون لا موراجي ما فيها لا موراجي لا والو قالت لها لا ما تخلعيش سميتو قالت لي وهي طايح غيبت ليا حنا كنسمعوا ان قبر النفيسه كيبقى محلول 40 يوم غيبت الدريه والنفيسه لما ماتت راه كتكون ورا في الجنه مسكينه في الجنه مسكينه هز اخوها جاب الطوموبيل لحقوها هنايا مول امانه دامات لا اله الا الله هذا هو حنا دابا كنشوف كنطالبوا اللي كنتاكدوا منه يتاكد منه الاخ ديالي هو بغينا نعرفوا السيده باش ماتت دابا نتوما كطالبوا بالتشريح باش تعرفوا سبب الوفاه ديال هذه المسكينه هاد السيده باش ماتت باش تعرفوا من تحملوا المسؤوليه ديال الوفاه ديالها غنبردوا غنعرفوا بعدا غير الوفاه ديالها باش ما غنبقاوش محيرين ما عرفنا من الفتحه ما عرفنا من طونسيو ما عرفنا شي حاجه تكون بقات الله اعلم شنو كاين الله اعلم جبتوها هنا ميته ولا مازال حيه هي قال لك خويا جابها هي شنو قال لكم الطبيب ملي جبتوها ليهم ما شافوش الطبيب هي وصلت صافي قال لك دخلوها للابو قالوا لي مراه ماتت جات مسكينه وصلت بموتها وصلت بموتها مسكينه من غنقدروا نحملوا المسؤوليه اليوم الوفاه ديال بنتك هي ما راه يتحملوها هما المسؤولين شوفوا التشريحه شنو غايقول عاد نقدروا نحملوا شنو غايقول حنا ما نديو تقليد حتى شي واحد حنا نعرفوا السيده باش ماتت انتم حنا غنعذروكم مقروحين قرحه صعيبه وقرحه وكيه حتى شي حد ما نأديو حتى شي حد هي مشات شهيده ونافسه في الجنه وحنا ما نقدروش نتقلوا على شي حد اللي غادي نبقاو حنا متقلين به نعرفوا غير باش ماتت في الوراق وداك الشيء وهذا هو الكلام ديال الصواب هذا هو الكلام المعقول هذا هو الكلام المعقول المنطق هو هذا هو نمشيو نديو التقليد ديال شي حد وحنايا خلا مولاها هي مسكينه ماتت شهيده وحنا نديو بالرغم من ان الولاده القيصريه ربما كتطلب انها تبقى اكثر من يومين هذا هو كانوا يخليو الدريه في العنايه المركزه خصوصا ان طلع لها طونسيون عنده طونسيون خاصه واحد تقريبا واحد 8 ايام يشوفوا طونسيون واش غادي يهبط ولا ما غيهبطش لان تقدر حيت باقي الفتيح باقي كيطلع هو مع الجراحات ومع داكشي كيطلع طونسيون تماما احنا نيت كنداويو اكثريه ديال اكثريه الوفيات ديال الولاده كتكون بسبب الضغط
اكثر الولادات كتكون سبب الضغط بزاف. والدريه باقا صغيره يعني ماشي كبيره، ماشي ما كتعاني، ما كتاخذ منه لا فانيد لا والو، ما كتاخذ لا فانيد لا والو. تبارك الله الحبيبه. امين. شو سميتها؟ سلمى. سلمى. شو تقول سلمى اليوم؟ سلمى الله يرضي عليها. انا راضي عليها سلمى عزيزه اللي عندها جوج بنيات، عندها جوج بنيات كيموت عليهم مسكين. وما دارت المستحيل باش ما تموتش. كنقول لها شوفي خلي ربما خليتها يوصل الاجل ديالها باش تولدها. قالت لي لا طلع لها الطوسو، خاصني قالت لي نولدها قبل ما عاد كانت باقا لها سيمانه. قالت لك باش ما تموتش ليا بنتي. عرفتي راه شي 12 يوم وهي يوميا كتجي من السبيت مسكينه كتضل معاها. لحقت اليوم نيت انا لقيتها مسكينه بركات تحت الشجره هي وياها. قالوا لها غادخلي ديري السماطين سلمى. دخلت مسكينه بالطينوار وعنقتني بنت خويا وثاني وباست لي راسي بحال كتسامح معايا. قالت لي انا عمتي غندير السماطي لا تعودي تمشي. صافي مسكينه وخليتها ولي ولدي تجي تعدى. لا اله الا الله. الله يرحمها. بركه في راسك. الله يرحمها. بنت عمتي. بنت خالي. بنت خالي. بنت خالي اختي باقا صغيره. باقا صغيره يلا قالت بسم الله. اختي عندها 18 عام قد قد ولدي. حضرت لها نهار تزادت نهار تزادت. راني مشيت اختي وحضرت. مشيت اختي حضرت لها الزياده وجايه باغا نفرح مع بنيتي. باغا نفرح مع بنيتي بوليدها اختي. جيت بغيت البارح جايه باش نشوفها نهار الحد. حيت انايا خدامه ما نقدرش نجي. والسيمانه قالت نهار الحد غادي نجي عندها. في عشيه قالوا لي عائلتي راه خرجت من السبيطار. قلت لهم واش كاينه شي وحده كتولد بالفتيح وتخرج نهار الحد؟ راه ما يمكنش غير ولدات غير نهار الجمعه. الحد يعني خاصها تبقى في السبيطار في الرعايه. ايه اختي وزايدون بلا حد واخا ما يكون واحد السيمانه المره اللي فاتحه راه خاصها تبقى في السبيطار واحد الخمس ايام على الاقل. لان القيصريه خاصها تبقى في العنايه وفي الرعايه خصوصا هي طلع لها الطونسيون. المره اللي كتولد عاديه راه كيخليوها ثلاث ايام. اللي كتولد عاديه وما عندها حتى شي حاجه وحسب هي اللي عندها الطونسيون والده بالفتيح راه ما كانش عليهم اختي يخرجوها نهار الحد. راه ما كاينش هادشي راه ماشي معقول. اختي بنتي راه بقات فيا راه شواتني راه حرقتني اختي راه حرقتني في قلبي اختي راه بنتي اختي. انت شتي سلمى؟ انت شتيها؟ اختي كانت مع التليفون دابا شي يقول لي شي اربع شهور بحال هكا باش ما تشاوفناش مع حكم الخدمه وداكشي. كنتعيطوا في التليفون كندوي معاهم ابيل فيديو ديما يعني متواصلين بالتليفون. ولكن اختي هادشي راه ماشي معقول. السبيطار هو اللي كيتحمل المسؤوليه. السبيطار انا كنحملوا المسؤوليه من المدير حتى لذاك السيكريتي اللي عند الباب. هما كلهم يتحملوا المسؤوليه. السيده ما خصهاش تخرج والدها بالفتح ما تخرجش من السبيطار حتى يشوفوها ويطمئنوا على الحاله ديالها عاد يمكن لها تمشي. اذا لمن كتحمل لمن كتحملي المسؤوليه في الوفاه ديال سلمى؟ نحمل المسؤوليه لجميع الاطر الطبيه. حيت خاصهم يكون واحد المراقبه. خاصو الطبيب اللي جاي يخلي الورقه بان راه هاد السيده راه والده بالفتح راه طلع عليها الضغط راه ما خصهاش تخرج راه خصها كونترول. خاصها مراقبه. خاص اختي تكون واحد المراقبه. اما باش الواحد يولدوا ويقولوا ليه زيد مع الباب هادشي راه ما كاينش. كيف ما قال خالك وقالوا قالت العمه ديالك حنا غننتظروا النتيجه ديال التشريح ان شاء الله اللي كطالبوا بها العائله باش نعرفوا بالضبط سبب الوفاه وشكون اللي كيتحمل. لان بزاف ديال الاخطاء الطبيه وبزاف ديال الوفيات ديال الامهات. السبيطار ما كتلقايش فيه حتى الكاروسه. ما الوالده ديالي مرضت بالكورونا كاروسه باش نتنقلوا خاصك ساعه باش تسني الكاروسه باش يديوها فيها. راه ما ابسط الحوايج ما كتلقايهمش. وتسني تشوفي البلاصه واش كاينه ولا ما كايناش. واش بنادم حتى يموت عاد تشوفي ليه البلاصه؟ راه هادشي ماشي معقول. هادشي راه حشومه. هادشي اللي كنعيشوا فيه الناس شوفوا فين واصلوا وحنا فين باقيين متاخرين. كندويو على الطب وكندويو على التعليم وكندويو على باقيين كنهضروا على هادشي. راه حشومه كاع حشومه. نبقاو حنا ندويو على هادشي. اللي عنده الفلوس راه كيمشي للكلينيك وكيخلص الفلوس وكي تكون واحد العنايه. واللي ما عندوش هالمصير ديالو ها المصير ديالو. اللي ما عندوش الفلوس ها المصير ديالو. لا اله الا الله. محمد رسول الله اختي محمد رسول الله. الاعمار بيد الله بطبيعه الحال. الاعمار بيد الله وكتبقى نتيجه التشريح هي اللي غادي تبين سبب الوفاه. واش الوفاه كانت قضاء وقدر واش نتيجه الاهمال الطبي. لان السيده كيف ما كيقولوا او الشابه ان 18 سنه يلاه فاتت يلاه كانت قصيره يعني قبل اشهر جات وهي طالع عليها الضغط. كيف يعقل على انها تخرج وهي فاتحه سيزاريان عمليه قيصريه وجميع النساء تيعرفوا شنو هي العمليه القيصريه وكنعرفوا شنو هي المضاعفات ديالها. ما يمكنش انك ديري عمليه قيصريه وتخرجي في يومين من المستشفى على الاقل ربما ثلاث ايام او خمس ايام. منظر مؤلم. كنسال الله سبحانه وتعالى يغفر سلمى ويصبر العائله ديالها لانه صعيب 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 بزاف. لا اله الا الله محمد رسول الله. صباح الخير خالتي فرنسا.
صافي صافي نعاود نضرب. لا اله الا محمد رسول الله. اي واحد دار شي حاجه انا كل البركه في راسك الله يصبركم ان شاء الله. عائله الله ياخذ الحق اخويا الله ياخذ الحق. واش انا دريه صغيره بنتي فاتحه وانتم تخرجوا عليا نهار لحد نهار 3 ايام. انا ما بقاش عندي جد باش نهضر اخويا. عندها 18 سنه اخويا عندها 18 سنه ولدت بالفتيح ونهار 3 ايام خرجوها. واش هادشي معقول؟ هادشي راه ماشي معقول. واش واحد ولد بالفتيح وخرج نهار 3 ايام؟ وكندير نصبر على بنيتي وكندير نصبر على بنيتي عندي جواد. الله يقويك الله يقويك الله يقويك يا لاله. امين يا يوم تنيا وحده اخرى هي حبت تثبتها وخلى مولاها هنا في هذه الجنه وحنا نهزوا التقليد ما نحملوش هي. الطبيب الشرعي هو اللي غادي هو اللي غادي يتكلف شنو كاين. حنا غنبردوا حنا غنبردوا لان دابا ما عارفينش باش مات واش من العمليه ولا من ها ولك راه عطاها الدواء باش هبط لها الطونسيون. عطاها ولدها نهار نهار الجمعه السبت خرجت البارح خرجت البارح السبت ولحداش كاين ما كاين حتى حاجه. وكيفاش خرجوا هما خرجوا هذا هو السبب. كيفاش كانت حامي جابوها باش مشاهدينا الكرام مشاهدينا الجيل الجديد تعود عداله
الحزن كبير يخيم على عائلة وأسر الضحية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. ومعنا المجتمع المدني اللي غادي يحكي لنا شنو وقع. هو مجتمع مدني وفي نفس الوقت الجار ديال الضحيه الله يرحمه ويستر ضيقة القبور. معكم مطروف الحسن رئيس الرابطه الوطنيه للمواطنه. هذا السيد هذا الطبيب الجراح ديال المستشفى الاقليمي ديال مولاي رشيد ان سيدي عثمان انه هو هذا السيد هذا راه خلق الفساد بواحد الشكل اللي هو يوسف يورث له انه هذا السيد هذا 1000 درهم واي امراه جات للولاده ديالها كتلاح في المهمل تماكن وكيبقى الزوج ديالها كيبقى الزوج ديالها مسكين يتحرك على وليداته وعلى كل شيء حتى يجبد 1000 درهم عاد باش كتدخل المراه للبلوك. وهادشي كاين شهادات ديال النساء اللي هادشي راه المدير السابق والمدير الحالي في راسو هادشي راه حتى من الاستعلامات العامه ولا للقسم الشؤون الداخليه ولا كل شيء في راسهم هاد السيد هذا وهاد الشيء هذا كيت هاد السيد هذا علاش هاد الناس ما كيبلغوش اخويا الحسن ما كيبلغوش واحد الرقم اخضر ديال النيابه العامه بالنسبه لهاد شوف اختي شوفي الرقم ديال النيابه العامه وشوف هاد الشيء شوف كيجاوبوا تبلغ دابا الناس دابا يوسف عرفتي يوسف شنو كيوقع ان الناس كيكونوا باغيين ساكن حاجتهم تيولي باغي غير يتفك بغيتي المعلومه هي هادي هاد السبيطار سيدي عثمان كان كيتضرب به المتاهل في الولاده كانت عندنا الدكتوره سميتها الحاجه هذيك الزهره وكانوا حنا والوادين فيه كنا معمرنا وديع كانت وديع كانت عندنا واحد الطبيبه هنا راه كانت ديطاش عندنا هنا مشات كيقول لها الدكتوره عائشه لا داعي لديك الاسماء ممكن دكاتره اللي في المستشفى كانت كدير العمليه للعيالات وكتقرا القران في العمليه ديالها وما كانتش التريال نهار اللي جا هذا السيد هذا تقلبت عندنا الدنيا هنايا راس على عاقب وماشي هو هذا هنا كاين واحد المجموعه ديال الاطباء اللي هما يسيئون الى اصدقاء ديالهم والزملاء ديالهم هنا في هذا السبيطار هذا للاسف الشديد مع العلم ان المهنه ديال الطبيب هي واحد المهنه نبيله مهنه محترمه ما يمكنش نعمو للاسف الشديد حنا كنوجهوا التعازي ديالنا لهذ العائله الله يرحم هذه البنيته هذه اللي مشات مسكينه بالفعل مشات طفله راه مشات طفله هي باقا طفله بالفعل هذه الدريه راه كنعقل عليها في الولاده ديالها والاب ديالها من اطيب خلق الله عائلتها كلهم خويا درويش مسكين ادي حد ما يلحق لي حد ما يقرب عند خويا درويش كيصبر خويا درويش مسكين ما يعرفش هذا الشيء كاع هو مسكين عمها اللي كتدخل في هذا الشيء هي اللي بقات كتدي فيها وتجيب فيها وتدي فيها وتجيب فيها مسكينه تا ولدت وخايفه على كتخايفه على تموت ليا
والحمد لله. ويلك قلت لها تموت لك، اش غتموت لك؟ قالت لك طالع الطونسيو خاصني، قالت لك الولاده، قالت لك انا بعمليه قيصريه، قالت لها خليتي لحق على وقتها ولديها، قالت لك لا، قالت لك خاصني نولدها باش، قالت لك ما تموتش ليا بنتي. ايوا هو الاجل كيدير اللي بغى الله ماشي اللي بغينا حنا، اللي بغى الله هي اللي كتكون. بطبيعه الحال مازال غادي ننتظروا النتيجه ديال التشريح باش نعرفوا هذه الجنيسه هذه باش شوفات، وكنعاودوا كنقولوها ما بغيناش يكون سبب الاهمال، لان الجراحه القيصريه كتطلب واحد الرعايه. خاله خاله بركه في راسك. ما مشى معك اصلاح ما يوقفوا التصوير، الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم. اذا غنختموا معكم هذا البث مباشر الى اللقاء في مباشر اخر. الله يجعل البركه.